من هو عنترة بن شداد؟ عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي، ولد سنة 525 ميلادي وتوفي سنة 601 ميلادي، هو أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام، اشتهر بالشعر الفروسية وله معلقة مشهورة مطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وهو من أشهر فرسان العرب وأشعرهم أيضا، فهو شاعر معلقات والمعروف بشعره الجميل وغزله العفيف بعبلة، وقد احتار العلماء باسمه، فبعضهم يقول عنتر والباقي الآخر يقول له عنترة، وذلك بسبب تعدد الفرضيات حول منشأ اسمه كشدة البأس أو للونه الأسود الذي يشبه بعض أنواع الذباب، لقب بالفلحاء أيضا لتشقق في شفته. ولد عنترة في الجزيرة العربية في الربع الأول من القرن السادس ميلادي، ووفقا للأخبار التي تناقلتها العرب عنه فقد شارك في حرب داحس والغبراء، وعليه حدد ميلاده سنة 525، وما يعزز ذلك الأخبار التي كانت تقول بأنه عاصر كل من عمرو بن معدي كرب والحطيئة وهما أدركا الإسلام. ولد عنترة من أميرة حبشية يقال لها زبيبة، أسرت في هجمة على قافلتها وأعجب بها شداد والده فأنجب منها عنترة، بالإضافة إلى أن لديه أخوين عبدين كحاله وهما جرير وشيبوب. إذا أتينا على ذكر عنترة الشاعر سيذكر له في هذا الباب الكثير، فهو صاحب معلقات وأشعار عديدة، ورغم أن حبه لعبلة ابنة عمه هو الذي شكل جانبه الشعري الأكبر، لكننا نجد في معلقته الكثير من الصور التي يصف فيها الحرب وبأسه فيها. ذاق عنترة بن شداد مرارة الحرمان وشظف العيش ومهانة الدار لأن والده لم ينسبه إليه ليحمل نسبه، وكان والده هو سيده وكان يعاقبه أشد العقاب إذا ما اقترف خطأ أو زلة، وكانت سمية زوجة أبيه تدس له عند أبيه وتحوك له المكائد، ومن ذلك أنها أثارت عليه والده مرة وقالت له: إن عنترة يراودني عن نفسي، فغضب أبوه غضبا شديدا وعصفت برأسه حميته فضربه ضربا مبرحا بالعصا وأتبعها بالسيف، ولكن سمية أدركتها الرحمة في النهاية فارتمت عليه باكية تمنع ضربات أبيه، فرق أبوه وكف عنه. وفي بطولات عنترة يحكى الكثير، فهو لم ينل حريته إلا لقاءها، من ذلك أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بني عبس فأصابوا منهم فتعبهم العبسيون وقتلوهم عما معهم وعنترة معهم، فقال له والده: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصر. فقال: كر وأنت حر. فهم عنترة بهم وأبلى بلاء حسنا يومئذ، فاستحق بذلك أن ينسب إلى أبيه ويحمل اسمه. قيل لعنترة في أحد الأيام: هل أنت أشجع العرب وأشدها؟ فقال: لا. قيل له: لماذا شاع عنك هذا بين الناس؟ قال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما، ولا أدخل إلا موضع أرى لي منه مخرجا، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة التي يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. ورغم ذلك هذه الآراء تؤكد اقتران الحيلة والحنكة في فن الحرب عند عنترة وأقرانه في عصر السيف والرمح والفروسية. أحب عنترة ابنة عمه عبلة بنت مالك حبا شديدا، وكانت من أجمل نساء قومها وأبعدهم صيتا في اكتمال العقل ونضرة الصبا، ويقال إن أكثر الأشياء التي أعاقت هذا الحب هو صلف عمه مالك وأنفه ابنه عمرو. تقدم عنترة إلى عمه مالك يخطب ابنته عبلة، ولكنه رفض أن يزوج ابنته من رجل أسود، ويقال إنه طلب منه تعجيزا له وسدا للسبل في وجه 1000 ناقة من نوع النعمان المعروفة بالعصافير مهرا لابنته، ويقال أن عنترة خرج في طلب عصافير النعمان حتى يظفر بعبلة، وإنه لقي في سبيلها أهوالا جساما ووقع في الأسر، ثم تحقق حلمه في النهاية وعاد إلى قبيلته ومعه مهر عبلة 1000 من عصافير الملك النعمان، ولكن عمه عاد يماطله ويكلفه من أمره شططا، ثم فكر في أن يتخلص منه
فعرض ابنته على فرسان القبائل على أن يكون المهر، لكن النهاية الحقيقية بقيت طي الكتمان بالنسبة للمؤرخين العرب، ولم تعرف الحقيقة وإنما اقتصرت على بعض الفرضيات. من أشهر أقوال عنتر بن شداد: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. فإذا ظلمت فإني ظلمي باسل، مر مذاقه كطعم العلقم. خلقت من الحديد أشد قلبا، وقد بلي الحديد وما بليت. وفي الحزب العواني ولدت طفلا، ومن لبن المعامع قد سقيت. المصدر الأكبر لشهرة عنترة كان حبه لعبلة، وبعد زواجه منها ومضي 6 أشهر دون أن تحمل منه، بدأ مسيرة زيجات متعددة وصلت حتى الثمانية، ويقال أنه خان عبلة مع 30 امرأة. ووفقا للمصادر، معظم اللواتي عاشرهن عنترة حملن منه وأنجبن بعلمه أحيانا وبدون علم منه أحيانا كثيرة. مات عنترة بعد أن بلغ 90 من عمره، ويقال أنه مات إثر سهم مسموم أصابه به أحد فرسان طيء ويلقب بالأسد الرهيص. وكانت ميتة مؤثرة، حيث أنه ما إن أصيب بالسهم وأدرك أنه هالك لا محالة أمر جيشه بأن يهرب من بأس الأعداء، فيما بقي هو يفصل جيشه عن الأعداء الذين كانوا يشاهدون الجيش يهرب ولا يستطيعون القيام بأي شيء بسبب استبسال عنترة، حتى انسحب الجيش ومات عنترة. وفي قصة أخرى يقال بأن عبس غزت أحد مضارب طيء، فلاقاهم فرسانه ومن بينهم الأسد الرهيص الذي انتقم من عنترة بسهمه بعد أن تسبب له عنترة بالعمى. تسبب له بالعمى في حرب داحس والغبراء. وقد عاد عنترة إلى أهله متحاملا على جرحه، وعندما وصل إليهم قال: وإن ابن سلمى فاعلم عنده دمي، وهيهات لا يرجى ابن سلمى ولا دمية. تزوج عنترة من عبلة في زفاف كبير كما روت العرب، ولكن وبعد مرور 6 أشهر بدون أن تحمل منه، تزوج 8 نساء غيرها، وكان دوما يعود إليها. خاض عنترة الكثير من المعارك، أشدها كان للظفر بعبلة. روت بعض المصادر أن والدته كانت جارية لكنها أميرة حبشية تدعى تانه بنت ميجو. التقى عنترة بعروة بن الورد.